فهاد الاجواء الرمضانيه لهاد الاجواء ديال الفرحه فهاد الاجواء الخرافيه في القاعه ديال المغرب الجديد لاول مره مناسبه هاد الانتصار ديال نادي ليكسوس العرائش. معنا سي محمد هلال، شنو تقول لنا على هاد الانتصار وعلى هاد الاجواء اللي عشناها في هاد النهار هذا، الاجواء الاستثنائيه؟ بدايه شكرا قناه الفجر خايه للمواكبه ديالكم الدائمه، مواكبه وتبارك الله عليكم تغطيه احترافيه، هذا واجب وبكم بكم وصلنا للجمهور العرائشي في البيوت ديالو اترافير لي لايف ديالكم. شكرا. بالنسبه اليوم عندي ما نقول، اليوم كما كتحقق ثلاثي الحلم ديالنا، قاعه جميله، فريق تنافسي، جمهور اجمل، هادشي اللي كنا كنطمحوا له الحمد لله، وهادشي اللي حفزنا باش نزيدوا قدام ونعطيو واحد المعطى اليوم بهذه النتيجه اللي عملنا. احنا بهذه النتيجه اليوم احسن دفاع في المغرب، بهذه النتيجه اللي حققنا اليوم احسن دفاع في المغرب، مرتبه ثانيه. دابا كيتصدرنا مقابلات قويه بزاف، خصنا نستعدوا لها، لان الاهرامات ديك كره السله كما كتعرفوا الوداد الجيش اتحاد طنجه تاعنا كنقلبوا ولا نديروا شي انتدابات ان شاء الله اللي نقدروا نعاونوا بها في هذا البلاي اوف. وكما قلنا دائما الطموح، حنا ما عندناش سقف الطموح، نلعبوا البلاي اوف على اساس نلعبوا النهائي ان شاء الله، لما لا؟ عندنا فرقه، حنا القوه ديالنا والتلاحم الفريق كشوف مسير مع الفريق الاطار التقني لاعبين الحمد لله عندنا اسره وحده، غادي نمشيو بعيد ان شاء الله، كنا نمشيو بعيد ان شاء الله. شكرا سي محمد، بارك الله فيك، مزيد من التعلق ان شاء الله، بارك الله فيك، هذا واجب.